استاذ داوود. أيوة. مين كان اسهل في التعامل معاك؟ شخصيه داوود فوزي ولا فواز؟ كانت مع فوزي اغلب الشخصيات بالبيت بس هم في شغلات بعد كنا تعرف ان انا في اليوم انت اكيد كنت معانا لما قلت اقسمت بالله ان انا عمري ما هعمل فيلم فيه شخصيتين عشان تاني عشان الدقن كمان لا لا ارهاق غير عادي دقن وسكسوكه كل شويه بتغير يعني انت عارف بهدله في الحر كمان مع الحاجات دي اتهرسنا طبعا طبعا انت كانك بتعمل فيلمين بالظبط بتعمل فيلمين وفجاه يا مش عارف مين وفجاه مساك الله بالخير وبعدين في حاجه انا عملت بطلين وخدت في اجري بطل واحد بيحطوا عليك ايوه ايوه والصمغ ده كريه على فكره لا لا كل ريحته والحر معاه والبتاع طبعا الكله دي غريبه بس طبعا يعني نحيي وائل احسان لان هو لما بتلاقي المخرج بيعمل شغل حلو بتسمع يعني كلامه الحقيقي انا عايز اقول لك حاجه مسعفه لوائل احسان طبعا شهاده للتاريخ بقى علشان لازم لاعطاء كل ذي حق حقوقه دلوقتي الاستاذ علاء بيقول انه ماما حلوه اخذها من الاستاذ ايمن الفيلم بتاعي الجميل اللي الناس كلها بتحبه اللي هي لا بد دي وائل احسان طبعا هلا طبعا لا وائل احسان انا دايما اقولها جميل انا دايما جميل. انا دايما طبعًا. اقولها من ورا وائل وائل من اكتر المخرجين اللي شفتهم في حياته اللي يقدر يخلق لك افيه في اللحظه اللي طبعًا. انت واقف فيها على الهواء مخرج كوميدي يعني لا من الدرجه المستوى. الاولى يعني انا في الافيه بتاع لما كان في مونولوج بتاع هبه نور اللي هي بتتكلم فيه عن قصه حياتها ده وتاريخ الشخصيه فهنيدي قفش معايا قال لي طب انا قاعد بعمل ايه في المشهد فقلت له طب انا هعمل ايه ما ده تاريخ الشخصيه فراح جاي وائل قال ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا جماعه انتوا مالكم فقال له ما مش عارف ايه وانا عبا انا اعمل لها كده في المشهد قال له لا 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 ما تزعلش نفسك فانت بعد ما تخلص هي كل اللي هي قالته ده قول لها يا ده انت تافهه قوي بوظ الدنيا وحل المشكله وفك المشهد فك المشهد وحل البيت ورجع انا كمان عشان عملت معاه اكتر من حاجه ففهم رمضان مبروك ابو العالمين وش اجرام امير البحار وش لا وائل احسان مخرج كوميدي هو ممثل كمان شاطر لا بيحب بالظبط يعني اللي واجه الممثل في الكوميدي بالتحديد ده صعب انت فاكر كان بيعمل ايه قبل المشهد قبل ما نعمل اي مشهد يقول استنى شويه بس احنا في حاجه ممكن تتقال هنا بالظبط ايوه بالحركه كمان دي بتاعته وفرصيه بيحب الكوميدي هو في حاجه طبعا في حاجه هنا في هو يشوف الثغرات اللي موجوده ويحلها طب انا هطرح فكره مجنونه والله جت في دماغي دلوقتي اطرح يا بيه اطرح براحتك تيجي نعمل جزء تاني عند اللي بتدق يعني ايمن اللي يجاوب على ده هل ينفع يلا فوزي بقى عدى خلاص